مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في هذه الحلقه الجديده من برنامجكم الاسبوعي بيت القصيد. هذه المره نذهب واياكم الى السودان الكبير باهله، الكبير بثورتها، الكبير بارادته، الكبير بعزيمته. ومن هناك معنا عبر سكايب الشاعر الدكتور ناشد عوض. حيا الله دكتور ناشد، اهلا وسهلا بك في بيت القصيد. حياك الله استاذ مصطفى مطر، وعبرك التحيه الى قناه الرافدين والى جميع متابعيكم في برنامج بيت القصيد، واتمنى ان تنال هذه الحلقه استحسان المتابعين. هذا مما لا شك فيه دكتور ناشد. في البدايه يعني مرور سريع على سيرتك الذاتيه، تخبرنا فيها بمحض ارادتك ورغبتك عما تحب من معلومات عنك تقدمها لجمهورنا العراقي على وجه الخصوص، ومن ثم لجمهورنا العربي بشكل عام. تفضل دكتور ناشد. أنا ناشد أحمد عوض الكريم، نشأت في بداية الأولى في منطقة عسير برجال ألمع في المملكة العربية السعودية، والتحق بعد ذلك بدراسة الطب هنا في الخرطوم. أعمل في المجال وتخصص الطب الباطن. شاركت صراحة، كنت أكتب الشعر فترة مبكرة، ومثلت وطن السودان في محافل شعرية متعددة، ولي الكثير من الأشعار في الدوريات الشعرية والمجلات، وذلك على مستوى العالم العربي. جميل. قبل أن نذهب إلى القصائد، قبل أن نذهب إلى القصائد يا دكتور، يعني واستنادا إلى تجربتك وأنك مثلت بلدك السودان في أكثر من محفل عربي، يعني ربما هذا يقودني إلى سؤال، يعني ما الذي يبحث عنه الجمهور المثقف في الزمن المعاصر، خصوصا في ظل هيمنة التقنية ووسائل التواصل، استنادا إلى تجربتك وخبرتك؟ تفضل أجبنا. والله عموما الجمهور بغض النظر إن كان مثقفا أم لا، هو يبحث عن 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 الشعور وعن الإحساس الذي تترجمه الكلمات وتترجمه الأشعار. أما في ظل هذا الكم من الفرص المتاحة عبر الوسائط الاجتماعية، أصبح الآن يبحث عن حتى التقارب أكثر مع الشاعر من خلال تلقيه المادة الشعرية، سواء كانت بقاء أو مكتوبة أو ما إلى سواه، وذلك بسهولة التواصل المباشر مع الشاعر. فإذا هذه هي الوسائط قدمتها بين المتلقي والشاعر. نعم، جميل دكتور ناشد. إلى أولى القصائد، كلنا شوق، تفضل، ماذا ستسمعنا؟ أبدأ القضية الفلسطينية التي هي قضية العرب المسلمين والقضية الإنسانية. عظيم. تفضل يا دكتور. كتبت هذا من الأدب السياسي، هكذا تترنح لقطات. تفضل. بعد الضياع الذي تم مع الكيان الصهيوني على مستوى السياسة. نعم جميل، تفضل. نص هكذا تترنح اللقطات. هكذا تترنح اللقطات في صمت الشهود، وتختفي زمر الكلام، ويعلن الإرعاش تذكارا أخيرا. هكذا تتقمص الجدران تأييد الصدى، ويستحل منافذ الإدراك إفراط الترقب واختلاءات الضمير. هكذا يتناسل الأمس الحضور على مشارف مقلتيه، ويرتمي بعقارب الأوقات والزمن الفقير. كأنه بين الغبار عليه أكثاب السنين، ووسوسات الليل بين ضلوعه، وزفيف ألسنة الرياح يشج ساكنه الهجير. جميل. وإذا بملمح البريء يساجل الأيام بالجمل المسافرة الكلام، ويحتفي بتعاظم الأحلام رغم غشاوة الأفق الضريب. هكذا يحتق حبرا صادقا، ويراه الدامي يحلق في الأسافير البعيدة شاهرة نبلة لموطنه الكبير. لا زال يلمح ذبذبات الصوت، وهي تقاوم القدم الدخيلة في ديار الياسمين، فيستشف رؤى البنادق بين أفواه الأثير. لا زال يحد شاطئين تدثر بمشارع الشعر المقفى، لشاعرين تقاسما بحرا غروبيا عسير،
بل أحضر الزمن المطفف من بقايا الامتداد ونفى الخطابات الشهية والمراسم واعتمادات السفير، وبدا يقارن بين أرصدة المشاهد والكلام وعليه هالات الملاجئ والخيام، الله وبين الإحفاظ والوصاية والكسارات الحديد. فتجردت كل المرائي الثائرات أمام أعتاب الهوية والحروف لقوارع لم تدري أصداء الدفوف، لأصابع بالكاد ترجف كي تلاحق ما تشير، لمشاعر غدرت بزهو الماء وهو يجوب في الأوطان محتميا بأكتاف المنابع والمسالب والغدير. عبث هو الزمن الأصم وصولجان الموت والسحب الكئيبة والرهان، عبث هو الإنصات للحزن المشيع في تراتيل الكمان ونزعة الشمر الغفير، ألم سيغمر كل شعر الأرض والشعل المحاربة القديمة والشعار ألم بعنوانة انتحار يكتفي الإشادة للوعد الشهير، ما عاد يعني الصوت كنها لانتباه التسميات، فلا الدوي بنطقه يسم الرياح ولا الشهير سيقشعر من التصاهل واشتياطات الزئير، هكذا تتقلب الأيام في صمت الشروط وتختفي كل الوعود بأسرها ويبرز التاريخ ملمحه البدائي والأخير. الله الله عليك يا دكتور، يعني للأمانة لا فض فوك ولا عشا شانئوك. هذه القصيدة التي جاءت بأسلوب سريع خاطف كالبرق كالرعد كأزيز الرصاص كالموت الذي يخطف الأحباب فجأة، جاءت فجأة هذه القصيدة وكل ما فيها إيقاعه سريع. هل سرعة الإلقاء وسرعة المفردات وسرعة البحر هذه التي اخترتها لها علاقة أصيلة متجذرة في الموضوع وسرعة الغياب والرحيل والفقد والفواجع التي تمتد في جسد الأمة؟ هذا صحيح، وربما بتسارع تلك الأحداث ووقوعها وترجمتها عبر إحساس محدد، وكما تعلم أن القصيدة هي فكرة وإحساس، نعم، ثم تجسدت في كتابة بطريقة أو بأخرى. نعم، جميل جدا دكتور. طيب إذا أردنا أن نذهب إلى سؤال آخر الآن، يعني باعتقادكم وانطلاقا من تجربتكم الخاصة دكتور ناشد، هل الشاعر يدور في فلك المتلقي أم أن النص الشعري يتجاوز فكرة سيطرة أحد طرفي التأثير الثقافي على الآخر؟ والله أنا أعتقد أن النص الشعري هو وليد مستقل، نعم، وحتى الشاعر نفسه هو عبارة عن وصي. النص الشعري يتشكل كما ذكرت بفكرة ما وإحساس وشعور يقترن بإيقاع موسيقي محدد، ثم بعد ذلك تتجسد كقصيدة. مجرد وضع المتلقي في الاعتبار، هذا ما أسميه مجازا اصطلاحا بالاستنساخ الشعري أو التخليق الشعري، والذي يصنع نوعا من القصيدة المجردة من أي إحساس ولا تكون إلا عبارة عن نظم فقط. نعم. فالشاعر الذي يضع المتلقي في حساباته أثناء كتابة القصيدة، نعم، هو ليس الشاعر. طيب لا يمكن أن ينظر هذا نفيه نوعا من التعالي على المتلقي، الانعزال عنه، كما لو أن الشاعر يعيش في بوتقة في قمقم بعيد، كل البعد عن العامة من الناس والمتلقين، ألا يمكن أن تنظر هذه النظرة؟ هي علاقة بين النص فيما بعد المتلقي، هي علاقة بين النص والمتلقي، ليست، نعم، علاقة أحسن. العلاقة لابد أن تكون متوفرة، لكن ليس شرطا أن تكون بين الشاعر والمتلقي، العلاقة، نعم، تنحصر بين النص والمتلقي. النص والمتلقي، هذا أحسنت ما أحسنت ما أحسنت دكتور. طيب دكتور، إذا أردنا الآن أن نذهب إلى حديث من نوع آخر، يعني كيف يمكن للشاعر أن يبقى محافظا على قيم ومبادئ الحق بحيث لا يباع ولا يشترى ولا يساوم على هذه المبادئ؟ كيف يمكن تحقيق ذلك؟ الإجابة في ذات السؤال، أن يظل متمسكا بذات القيم التي تحمل مبادئ الحق بما يضمن له البقاء، فقط تحذف التساوي في كيف يمكن، بمعنى أنه يبقى على ما هو عليه ويصر على ذلك ببساطة شديدة. أعجبتني فلسفتك الخاصة في الرد وفي الإجابة، التقاطة ذكية منك دكتور ناشد،
ونريد أن تلتقط أسماعنا الآن جديدك وشيء من روائعك إلى قصيدة جديدة. وحار بواصفيه فتون حرف يفي بالوصف أنداد المعاني، يؤلبه الجمال على مداد، فماثل شعره سكب الدنان، ويغمره الولوع بمتن وش كمس من مناوشة الكمان. عظيم. يوازره النسل على مجاز بورد ناعم الشفتين قان، وبدر ناصف الدنيا ضياء وزاحم ضوءه ظل البنان، وسحر في مخيلته تبدى ومازج أونه آنا يعني، فأبحر نحو شرقان الحنايا وحلق بين أثناء الرواني، وهدهد ناغما لحنا خفيا كأن شفيفه بوح الجنان، فباح بمنطق الشعراء قولا نقي الضاد مطلوق العنان، وحرر قيد شيئين استحالا وذات الكون أوله بثاني، وأقسط بين إلهام ومرأة فكاد الوصف امثال البيان. الله الله الله، عظيم جدا ما شاء الله عليك، يعني وافرك هادئ ثائر في نفس الوقت، ثائر كفكرة وهادئ كإحساس، ومزيج منهما من هذه وتلك في إلقائك. دكتور ناشد عظيم جدا. دعنا نذهب إلى سؤال مختلف الآن، يعني في زمن الشعوب التي تنشد الحرية ربما كان الشعراء مسلوبي الحرية في الزمن الذي نعيش، وربما كانوا مقيدين ومحاصرين، ما السبيل إلى كسب مساحة واسعة من الحرية بما لا يجعلنا نخسر أنفسنا؟ والله هذا السؤال سؤال وجيه، لكنه ليس صعبا، ليس صعبا، وعلى امتداد تاريخ الأدب العربي كثير من الشعراء كما تعلم كانوا يواجهون شيئا من هذا القبيل، والحل هو يكون في اختيار المنبر البديل. نعم. وإذا زاد التضييق فليس هناك حل إلا الابتعاد، إلا الابتعاد عن المكان الذي فيه التضييق أو ما يعرف بالمنافع أو ما إلى ذلك. نعم. أعتقد أن هذا هو الجواب، وهذا أيضا معكوس عبر كما ذكرت لك في تاريخ الأدب الشعر العربي كثير من حالات الشعراء الذين هجروا أماكنهم إلى أماكنهم. نعم. لهذه. عن نفسك دكتور ناشد، ما هي التضحية التي تجب على الشاعر ولا مفر منها ويجب عليه أن يقدمها؟ أعطني رأيك الشخصي في هذه المسألة، تضحية الشاعر. قبول الانتقاد لطرح رؤية شعرية محددة أو نص محدد أو ما إلى ذلك، ربما تتعرض للانتقاد، وهذا بداية التضحيات اللي هو هذا القبول. نعم. لكن ربما أيضا يتصاعد الأمر إلى ما هو أكثر من ذلك. مثلا وعليك أن تتمسك برؤيتك وبمبادئك مهما كان الأمر. ليتك تطرح لنا بعض الأمثلة من هذا التصاعد الذي تعنيه دكتور. يعني أنا صراحة من خلال واقعنا هنا السوداني ربما لا تكون هناك أمثلة حتى على مرور السوداني، يعني أنواع مختلفة من هذه الاقتصاديات والمعيلة. نعم. لكن لم يجد الشعراء ذلك التضييق الحاد نظرا لاحترام ثقافة الشعر في المجتمع السوداني. أحسنت. من أذكر من ذلك نادرة الشاعر محمد مفتاح الدوري الذي تحدث فيها عن موقفه مع قيس الأسبق ميري، وبعدما انتقده قصيدة لاذعة التقاه في مناسبة وكان يتحاوران كأن لا شيء، فهناك احترام بهذه ثقافة الشعر والشعر، لكن ربما يكون هذا السؤال صراحة يمس أكثر شعراء خارج في الوطن العربي خارج فارس ربما، لأنهم يواجهون نوعا والتصديق، وربما هم على مستوى من التجربة أدرى بذلك وعانوا منه بشيء أو داخل. نعم. عظيم.
نريد قصيدة الآن، قصيدة تكون مختلفة عما سبق. جميل أستاذ الكريم، أسمعك نص يحيى بشاكلة النبات. يحيى بشاكلة النبات، خذنا إلى هذه الحياة. متماسك بشتاته، متسربل بشتائه، ومسافر بمعية الفهد الشريد بلا جهاد. متماسك بشتاته، متسربل بشتائه، ومسافر بمعية الفأل الشريد بلا جهاد. متأمل فيه السكون، وشعره المأسور حي لا يرى، فكأنه نظم القوافي للسكات. الله الله. يشتف منه البدر خافت ضوئه، ويجيز ظلا بين نافح جوه، بخياله الداني كأحلام السبات. قسماته تشتق فائح بشره، وجبينه ينديه خابئ روعه، فكأنما يحيا بشكل. الله الله. مضى يؤول عطر فاتقة الصباح، وراعشا يمتد فوق ندوبه، وروى التهاطل من عيون السابحات على سقوف عروشه، ودبيب نمله ساقه الترحال، شاقه الترحال في ظهر الحصاد. غمر الشروق بمقلتيه، وهام حول شموعه، ونحب الظلام عن الحروف، وغاب بين شيوعه، واستعذب النص المسمى لكيف تسترق الحياة. منه التقاه على رصيف سهاده، فأوى إليه برغم فرط عناده، يشكو إليه ظنون بفؤاده، ويبوح سرا بانطفاءات الصلات. يخبره أن الزعفران أحاط أسوجة المنابر ثائرا، حينما ظلمته أفواه المحابر والهواة. يخبره أن الشمعدان يقض رقرقة الرؤى، ويزج باللهب الشفيف أمام زوبعة الدهان، والبحر يعبث موجه في وجهه، ويشيع دوما أن أزرقه الفسيح محى نقي الذكريات. يخبره أن الزهر يرهن للمراسم لونه، والعطر في شفتيه يحتضر الممات. الله. فنفاه عند براءة الرمق القديم، وعاد يرحل في تأمله المحلق، ريثما تنفك حشرجة الكتابة في دوات، وتمهل الليل الفسيح على مسارب جانبيه، وشعشعت شتى النجوم تعيره شعرا وبوصلة لذات. متماسك بشتاته، متسربل بشتائه، ومسافر بمعية الليل الطويل إلى مجيء أو فوات. الله الله، ما أجمل هذه الأفكار النورانية، هذه الفلسفة الحياتية العالية التي تؤسس لعطاء لا يتوقف، وشعور بالآخر لا ينضب ولا ينتهي. لفض أفوك دكتور ناشد إلى سؤال جديد، يعني الانحياز إلى جانب الشعوب المقهورة، هل ترى أنه يكلف الشاعر الكثير في زمن التقلبات السياسية، أم أن المسألة مسألة موقف بالنسبة للدكتور ناشد؟ تفضل. والله أنا أعتقد أنه لا بد أن يكون لديك موقف محدد من كل قضية وكل مسألة، بغض النظر عن أنها تمس جانبا محددا أم لا. وهي أيضا هي مسؤولية. وقطعا ما 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 يثير هذه الشعوب هو يمسك، بحكم أنك جزء من هذه المنظومة، ولا لك أن تنسلخ منها. فهنا تكمن مسؤولية مسؤولية الشعر. نعم. فالشعر هو أيضا كموهبة يحمل في نطاقه مسؤولية الكتابة والتعبير. نعم. بما هو في مثلث الحق والخير والجمال. مسؤولية الشعر من مسؤولية الشاعر نفسه، أليس كذلك؟ نعم. نعم. يعني الشاعر هو الذي يحدد مسؤولية شعره ويرسم خطوطه. هو الذي يحدد مسؤولية شعره ويرسم خطوطه بما يتناسب ويتسق مع هذه القيم، وأيضا بما لا يتجاوز الأعراف. نعم. هذه رؤيتي لهذا.
طيب ما هي أبرز القيم التي ينبغي أن تظل حاضرة في القصيدة العربية بحسب تجربتك دكتور ناشد؟ يعني دعنا نتحدث عن القيم التي لا تخلو منها القصيدة العربية المعاصرة وما يؤسس لخلودها، عن القيم التي تضمن للقصيدة أن تبقى حية لا تموت. هناك قيم أساسية لا بد أن تكون موجودة في أي نص شعري ولا تخرج ولا شك أحسن. نعم، الحق والخير والجمال، يعني كل ما يهدف إليه هو كل جميل، كل ما هو ينصر الحق. هذه أسس للشعر عامة على مدى تاريخ. أما إن شئت حديث عن الشعر المعاصر فعليه أيضا المواكبة، ولدينا هنا إشكال، تسارع الأحداث وتسارع الإشكالات بشكل عام والظواهر سواء كانت اجتماعية أو سياسية أو ثقافية أو ما إلى ذلك تستدعي استجابة أدبية وشعرية. نعم. هنا تكمن المسؤولية بما يجسد هذا النص وفحو هذا النص بما يملك من أحسن الأدوات شعور من الإحساس. نعم. هذا يجعله أنه يخلط فيما بعد ويصبح نصا يشار إليه. أحسنت دكتور ناشد، لابد أن نخرج إلى فاصل الآن، استراحة قصيرة بعدها نكمل هذه الحلقة. إذن مشاهدينا الكرام إلى فاصل قصير ومن ثم نواصل. أهلا بكم مشاهدينا الكرام ومرحبا بمن انضم إلينا في هذه الأوقات. معنا عبر سكايب من السودان الشقيق الدكتور ناشد عوض، الشاعر الجميل والمتميز جدا. حيا الله دكتور ناشد مجددا، أهلا وسهلا بك في بيت القصيد. حياكم الله وحفظكم. إلى قصيدة جديدة تكون عيدا لأولنا وآخرنا. إلى قصيدة يا دكتور، تفضل اقرأ علينا ما تحب. ألقي عليكم نص عن الوطن بعنوان على غضب الحناجر. خذنا إلى غضب الحناجر. على غضب الحناجر والتراب صدى وذكرى، على باوي الشواهد اجتياح يغمر الأنحاء إجلالا وفخرا، إلى العهد الجديد تزف أروقة المدائن دهشة عظمى وسحرا، وتحج في عصب الحياة مدارج الشعر العظيمة، تملأ الآفاق أعيادا وبشرى، إنما الأمر المقدس في الجباه يحيل أزمنة السواد المستحيل هدى وفجر، ويسن بادئه المبجل باقتباس الموت إحياء لتقليد الحياة مواسما أبقى وعطرا. أيها السودان حتما سوف يغمرك الشعار وترتدي قسم الدماء وتعتلي الآفاق. الله ستؤول للمجد شاهد إليك أشهادا وملحمة ونصرا، وتسير بالأعلام في كل الأماكن تستعر شرارة كبرى وشعرا، وتعلم التاريخ في جبروته كيف العلا تريده أرواح فدته ريادة وشرارة حبلى وصبرا. ستعود خفاق السواعد واعدا، وستملأ الدنيا بكفيك حبورا حاملا نورا وسارية وخيرا. الله الله الله، نسأل الله للسودان كل أمن وأمان واستقرار واطمئنان ورخاء لا ينتهي، وكل أوطاننا العربية والإسلامية التي تستحق واقعا أفضل. إلى سؤال فيه من الذاتية ما فيه دكتور ناشد، أكثر ما يخيفك من فكرة أنك شاعر؟ شيء ما يلاحقك
وآن الأوان أن تصرح به إن أحببت طبعا. والله آن الأوان أن أبرز عشقي للشعر وارتياحي فيه على النقيض مما ذكرت في سؤال الأستاذ الكريم. أنا قلت لك أنت ذكي وتجيد الالتفاف على بعض الأسئلة لتجيب عما تحب، وهي إجابات كلها صحيحة لا يمكن تخطئتها أو إثبات فرضية أنها غير صحيحة. يعني إجاباتك أيضا تقع في ذات الإطار. تفضل يا دكتور، عما يخيفك من فكرة أنك شاعر؟ أنا يعني فكرة الشعر هي الأساس بالنسبة لي، هي 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 متنفس رائع جدا أستطيع به أن أعبر. لكن مما تخاف في الشعر؟ ما الذي يخيفك؟ شيء ما يلاحقك في القصيدة دائما يوترك يحفزك وفيه من رهبة الخوف ما فيه؟ ربما خرافة أو إنجاز التعبير فرضية النص المفقود، أنك لم تستطع بعد أن تكتب ذلك النص، وهذا هاجس. وتعلم أنت ذلك أستاذ القدير، أنه يمس كل شاعر. أحسن، نعم، تشعر أنك لم تبلغ ذلك النص الذي تشتري. هذا يحفزك دوما انك تبحث وتبحث وتدخل في غمار الشعر وبخورا نعم، والكلمات تستطيع ان تكتب ذلك النص. وهذا اعتقد انه جانب جمالي وجانب رائع، واللغه العربيه لا شك فيها لغه ضخمه وجمالها لا يحد. لذلك هذا ما يبعث دوما. حبيب القلب، القصيدة دائما تكون حبيبة قلب الشاعر، وهكذا القلم حبيب قلب كاتبه أو من يكتب فيه. وهذا يعني يحتم علينا أن يكون هناك رسالة إلى شاعر يبحث عن المجد، ما الطريقة المثلى؟ وحبذا إن كان في الإجابة شيء من نصيحة، رسالة إلى شاعر يبحث عن مجده، ماذا يقول له دكتور ناشد؟ تفضل. لا أرى أنه يبحث عن المجد، هو عليه أن يقرأ ثم يقرأ ثم يقرأ ثم يكتب الشعر. نعم. القراءة دوما تكسب المخزون اللغوي والمعرفي وتمد الشعر قربه بالكثير ثم يكتب، ولا يتسارع الى الكتابه فقط. اعتقد ان هذا هو الطريق الافضل. اما المجد فلا تبحثوا عنه، هو المجد سوف يصل، وهو الذي يبحث عن النص السامق والنص الاعلى. فعليك فقط ان تقرا ثم تكتب، وليس اكثر من ذلك شيء. احسنت يا دكتور، انت عليك ان تكتب ونحن علينا أن نسمع منك إلى شيء جديد من الشعر. ماذا ستسمعنا هذه المرة؟ اقرأ النص الذي تحب، لا بأس. شكرا لك. ما اسم القصيدة؟ عذرا فهذا الشعر. عذرا مرة ثانية. تفضل. عذرا فهذا الشعر موشوم بأحزان وأشجان تساور فيه قافية وتصرخ في جباه الريح. عذرا فهذا الشعر موسوم بأحزان وأشجان تساور فيه قافية وتصرخ في جباه الريح. عذرا فهذا الحرف مقتول ومصلوب على الأيام، وكان قبالة التعبير والتشكيل إيماء يحاول بوحه التلميح. عذرا فظل الليل مختبئ يراود ملمح الأزهار، وذات العشب لا يقوى بنافذة على خطه بالتلويح. وسحر الفجر بالألوان في عينين ساهرتين لا يغدو بذات مشاعر الآتي لنفس شفاهة التفتيح. عذرا فذا التعبير لا يألو نبوء الحس بالشفتين، ولا الألحان تدركه ولا الأقلام والأوراق تسبيه. بشيء من صدى الأفكار يعانق سكتة الأسفار متكئا على الذكرى، ويلمح في مرور الأرض أسئلة بصمت شارد وفسيح. تشب مجاهل التسويف
تستفتي بقايا الأمس والترحال، فلا آن سبى عقلا ولا قلق نوى التسريح، ونسل في غضون الروح مفتوح على الشطام، يصادم موجها العاتي ويثني عن مداه الريح، يقاوم همسه المشاوى ألسنة من الفوضى، ويحمل في ندوب النفس أزمنة من الإيهام بالفحوى، ينافح أوجه التبريح نديد السهد والإيحاء بين قطوف أمنية يحدده بحق الصبر والأقدار والأشعار للقمرين لا يخبو فيقبل كفة الترجيح. الله الله، وينثر في أقطاط الشتاء سنا، ويسحم موسم اللقيا بعطر باذخ وشحيح. عذرا، فهذا الشعر موصوم بأشلاء لذاكرته، وصوت الحرف موصود به أبدا، وكله البوح فيه جريح. عفانا الله وإياك من جرح القلوب وجرح الأجساد، وكذلك نسأله تعالى أن يبرئ أوطاننا. يعني للأمانة لا أجد غير لا فض فوك حتى أقولها أو حتى أقولها لك دكتور ناشد. أكثر ما ترجوه من أجل قصيدتك حتى تظل حية في وجدان الأمة وحاضرة في نفس كل مثقف يتصفحها ويتلمس مواطن الجمال فيها، من أجل قصيدتك ما الذي ترجوه وتتمناه أو وتأمله حتى نكون أدق تعبير؟ أول ما تكون استطاعت أن تجسد ذات إحساس الكتابة لدى المتلقي، هذا الشعر الوحيد الذي يضمن الاستمرار وديمومة النص الشعري. نعم. ويطيب من عمره، ربما أعمار القصائد تفوق أعمار كاتبيها من هذا المضمون ومن هذه السنة. وبما ذلك أيضا مما تحمل من تصاوير وكون شعري ببصمة شعرية. نعم. محددة، لكن يبقى الشعور ويبقى الإحساس. نعم. هو الشيء المناط بالتجسيد من خلال النص. صدقت دكتور ناشد. يعني يقول أدونيس: القصيدة الجميلة أو الكاتب الجميل هو الذي يزيد الحياة سعة بقصيدتها التي يكتبه، فإن لم تجد بالقصيدة التي تكتبها أنك زدت الحياة سعة فلا داعي لكتابتها. السؤال هنا: رسالتك إلى كل من يسخر قلمه في خدمة الإنسانية والقضايا الكبرى، رسالة محبة وتثبيت على هذا النهج وهذه الطريقة، ماذا تقول؟ والله أقول فقط هو الاستمرار. لدينا دوما إشكال في الاستمرار. الاستمرار يحتاج إلى وازع نفسي ووازع ثقافي ووازع أخلاقي، لا لكي لا يتوقف. هو أن يكتب بشكل مستمر. نعم. هذا الشيء الوحيد يضمن ديمومة الإبداع وفتح آفاق أكبر للقصائد والأشعار. هذا ما أعتقده من هذه. أحسنت دكتور. ربما كانت وسائل التواصل الاجتماعي قربت الشعوب من بعضها البعض وجعلتنا أشبه بشعب واحد، بحيث أن مختلف التفاصيل والعادات والمواريث المختلفة الموروثات أصبحت يعني تسافر عبر هذا الفضاء الإلكتروني من دولة إلى دولة، وكلنا بات يعرف عن بلد الآخر الكثير. لكن لابد أن هناك بعض الأمور الخفية من ناحية مجتمعية ومن ناحية العادات الطيبة والموروثات الجميلة التي لا يزال السودان يحافظ عليها، وينبغي أن تصدر كثقافة إلى الشعوب الأخرى، أو على الأقل أن يخبر بها ويتحدث عنها. حبذا لو تحدثنا عن أبرز الأخلاق الطيبة والمواريث الجميلة التي لا تزال حاضرة في الوجدان السوداني ومحافظاً عليها من قبل مختلف الناس. تحدث بحرية هنا وبكل عفوية، قل ما تحب. نعم أعتقد هو كما ذكرت الآن، مواقع التواصل ربما أنها تكون فتحت الأبواب بين الشعوب وبين الثقافات.
نعم. ما أود أن أقول لك أن ربما أغلب القيم المجتمعية والثقافية والسودانية ما زال محافظ عليها، وهي في قالبها وفي أسسها لا تختلف عن تلك الموجودة في الشعوب الأخرى، بحكم أنها هي جميعها سليلة لنفس الأصول ونفس الثقافات. ربما أن هناك بعض الاختلافات هنا وهناك تتجسد في بعض أنواع الفلكلور وما إلى ذلك. وهي طبعا السودان كما تعلم هو فرق ثقافات كثيرة، يعني هذا لا يحدده نوع واحد من الثقافة، يعني اختلاف قبائله وتعددها، اختلاف مكوناته المجتمعية والثقافية. نعم. على مستوى الاحتفالات، على مستوى العادات، على مستوى القيم، وجميعها موجودة وجميعها يعني محافظ عليها والحمد. أحسنت يا دكتور. نريد نصا جديدا الآن يكون مختلفا عن كل ما قرأت قبل ذلك، فكرة وموسيقى وشكلا وطريقة. طبعا لك حرية قراءة ما تحب، لكن حبذا لو كان النص عن موضوع يختلف عن الموضوعات التي طرحتها. تفضل دكتور. جدا حبا وكرامة. مدخل شعري ثم نص. هكذلك. ولقد نزحت من الحروف إلى فراغات الدجى، ورسمت بالألوان ملحمة النوايا في الحجر، وضحكت حتى عاد صوت الأرض شعرا سافرا، وشدوت حتى أستحي على أحاسيس السفر. أخبري عينيك أني هاهنا وطن تمزق عند أقبية المدى واحتج في أسمى الصور. أخبري شفتيك أني شاغر وحي الجراء وصمت قافية البراعم دون شيطنة الرياح ودون تأنيب الشجر. أخبري قدميك أني واقف كالنيل أمتشق الربا وأضيء إنديلي في وقت السحر. عظيم جدا. ذات أهداف الإحراق. تفضل إلى القصيدة. هي ذات أهداب من الصحراء تبتحل المساء البكرى الشعر القديم. هي ذات أكتاف كأجنحة التلال تساور العنق المكابر القويم. هي قبلة الأزهار تحتكر الشذا وتحية للماء في بهو دمشقي النسيم. هي جنحة الأقلام حين تهزها النشوى وموعد الكلمات في الورق الأثيم. هي من صنوف الخيل تقتحم المدى وتقط أحصان الدفاع بلا هجوم. هي من طقوس النار ولجة الهذيان والموت الرحيم. الله. بما كل هذا السحر في عينين يختطف الهوى ويحد من ألق المواسم والنجوم. لما كل هذا الوقت بين يدين يستلب القوى ويحيل مبتدأ الحديث إلى وجوم. لما كل هذا الصمت في شفتين يعتصر الجوى ويعطل القيثار عن طلق الرنين. أيها الشادي بزقزقة الصبا، هل ثار فيك السهد والتوق الظلوم؟ أم أن في ليلاك قافية شدت حتى الصباح وشئت دون الحرف أجواء النديم فوسمت أوراق الشقائق بالندى ووشيت بالحسن الجليس إلى رسول؟ الله عظيم. الذي يسافر في حروفك حاملا شعرا وألحانا لها بمعية الرؤيا وأضلال الغيوم. هل لي أناور في فضائك ملقيا قمرا وعطرا وارتعاشة صندل وأساور القزح اليتيم؟ فوصية الأحلام لي شوق بنبرة عاشق وعناق سهو صادق فيه نشتغل. عظيم. ما شاء الله عليك دكتور ناشد، دائما تنشد الجمال والفرادة والتميز والإبداع الخلاق بحق. رسالة محبة من قلب محب إلى وطنه، رسالة إلى السودان العظيم، ماذا تقول؟ كلمة للتاريخ والإنسان تبقى شاهدة عليك. والله يا أخي أتمنى دوما أن يعم الخير والسلام والأمن والرفاه إن شاء الله، هذا ما نرجوه. السودان
وأنحاء العالم العربي، ولعل مقطوعة قصيرة في فلسفة الصوفية من نص سيادة المسيد يقول فيه: إنما الآتي يداني فرحة الصفق المعلى وصفحة العمل الأخير، ونسيم دائع الهمس يواسي طلع أزهار النظير. أيها الشادي تناسى قسوة الأشعار واللحن المصفد في فضاءات المسافة والأثير، وتحلى بانتباه العطر كي تسمو بمنزلة الفراشة والعبير. عم صباحا ومساء وتغنى لربيع الكائنات وقاوم الشجن المزاجي الشعور، إن قسط الوجد أوفى من تمادي الصوت في الملأ الكبير، انتظار النور يغمره الأسى بيد أن الصبر يحتمل السجور. نتمنى الرفاء والتقدم والأمن والاستقرار لجميع دول عالمنا العربي بإذن الله. الصبر يحتمل السرور ويستحق هذا السرور، أن نصبر حتى نقطفه ونحصله ونحصل عليه. وكل شعوبنا العربية والإسلامية تستحق وتستأهل أن تحصل على هذا السرور والأمن والأمانان والرخاء ونعمة الاستقرار في أوطانها، كل أوطانها. دكتور، الآن يبدو أننا وصلنا إلى آخر سؤال قبل أن نذهب إلى آخر قصيدة. نصيحتك إلى شاعر يسعى إلى حفر اسمه في سجلات الخلود، ماذا تقول؟ والله كما ذكرت لك هي المواكبة والكتابة والتجرد الكتابي بما يجسد جميع المضامين التي تدور حوله. نعم. ويحب ترجمتها عبر الإحساس إلى 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 أشعار وإلى قصائد. أحسنت. هذا هو السبيل الأوحد. ولا سواه شيء. أحسنت يا دكتور. ربما قفز إلى ذهني الآن سؤال لابد منه قبل أن نذهب إلى القصيدة الأخيرة، وهذا السؤال فيه مشاكلة ومشاكسة لابد منها. مهنة الطب وعلاقتها بالشعر، هل سبق وأن فكرت بهذا؟ هل وصلت إلى قواسم مشتركة تجمع ما بين هذا الطب العضوي والطب الروحي الذي هو الشعر؟ أنا أحترم هذا السؤال، وكثيرا ما كان يطلع علينا صراحة يعني من فترة الدراسة الجامعية وإلى الآن. لكن بكل صدق أن 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 الشعر ليست له أي علاقة بطبيب أو مهندس أو ما سواه. أحسن. يعني أنا أحضر، لكن قد يترك بعض الأثر في المفردات عند المهندس، في المفردة عند الصحفي، عند مثلا الطبيب، إلا ويترك بعض مفردات مهنته تجدها مكتوبة في بعض قصائده تفرض نفسها المهنة أحيانا. هذا من ناحية التأثير في الكتابة. نعم. لكن لا، أنا لا أعني هذا، أنا أعني التميز الشعر والشاعر بكل إلى جانب محدد. أحسنت يا دكتور. هناك نعرف منهم حرفيون ومنهم مهندسون ومنهم أساتذة، هم على مستوى عالي جدا من الكتابة. صحيح. لكن قطعا يؤثر، هذا المهنة تؤثر في الكتابة، وأنا لدي من النصوص ما تجد فيه كثير من المصطلحات التي تتعلق بالطب بشكل او باخر. نعم. اثر المهنه هذا امر طبيعي. الى القصيده الختاميه التي ستكون مسك ختام نهايه هذه الحلقه، تفضل دكتور. القي عليك نص كتبته في وداع جراح القلوب بمناسبه هذا السؤال. الى مسك ختام نهايه الحلقه، تفضل القي علينا ما تحب. جين استرادا هو جراح قلوب، قام في السودان هنا مركز كبير لعلاج أمراض القلب وجراحات القلب. نعم. وتوفي قبل فترة قصيرة. تفضل. ففي هذا النص: عند فرحة الأمس القريب بأخريات تلو تلويح القلوب، وامنح خطى الأقدام بعدك وجهة ترث الرحيل وتقتني أمل الدروب، ما كنت إلا منطقا للعلم يعترش الضياء على منصات القلوب، نبلا تجرد للذوات لكف طغيان الضرورة وارتعاشات الخطوب، معنى تجسد في لقاء التهنئات وباندمالات الأصمة والثقوب، مثوى لحس الامتنان لبسمة الفرح الشهي والاستخارات التعرض والنحيب،
يا أيها المخبوء من ومض الصدى أدفنت بينك لكنة الطرف المجيب، أستترك المسمع يبان الحضور المستحيل ينوء في غرف الدواخل والشحوب، أم أن مبضعك القديم نهى النياط عن التخبط إثر خطفة الغياب وآل أرشفة الفنان على الضمائر الندوب، دابت تجاعيد الخيوط حزينة وكأن ألجمة الجراح تشاء كفك للمهارة بالركوب، صرخت معلقة النهار وخدرت كل الحواس الشاعرات على الأسرة في المسار، ومن خاطرها التململ والتحور والوثوب، وحوجة العشم الطليق إليك أشارت السلام وتمعنت فيك الرسالة والغزاء والنضوب، حتما ستذكرك الأحاج الملهمان وسيرفض العرفان أفئدة الأماكن، حتما ستذكرك المحاجي والدماء وسيظهر العرفان وسيبقى هذا العرفان، لا شك في ذلك. دكتور ناشد عوض، مر الوقت سريعا وانتهت هذه الحلقة، في الختام نشكرك جزيلا لتشريفك لنا في بيت القصيد. شكرا لك جزيلا، وأنا تشرفت صراحة كثيرا بهذا التواجد في هذا البرنامج الرائع، أشكرك والشكر إلى القصيدة القائمين عليه، والسلام عليكم ورحمة. شكرا لك. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، الأسبوع المقبل يتجدد لقاؤنا وإياكم رفقة شعر آخر، وحتى ذلك الحين لكم مني أطيب التمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله.